الشعب المغربي، الشعب المغربي ان شاء الله ما بغيناش الضغط على اللعابه ان شاء الله بحول الله، ولا نكون غاديين زوين ان شاء الله. الحمد لله، الصراحه الفرحه ما كتصورش، ما كناش ننتظرين هذه الفرحه الصراحه، ما كناش ننتظروا هذه النتيجه ديال 4-1. مزيان الحمد لله، وتحيه للاعبين المغاربه يتقاتلوا الصراحه، والجمهور تحيه ليه كان حاضر بكثافه، وتحيه للاعبين بالخصوص اوناحي الصراحه، هو وتيسودالي اللي قدموا مباراه كبيره، نتمنوا ليه الشفاء، ونتمنوا ان شاء الله من تاهلوا لكاس العالم نقدموا شي نتيجه مزيانه وندوزوا على الاقل الدور الثاني ان شاء الله. كنهنئوا المنتخب المغربي على التاهل لكاس العالم المقبله، هذا حدث كبير للرياضه المغربيه، فبطبيعه الحال الشعب المغربي كله فرحان من طنجه للقويره، وكنهنئوا كافه يعني اللاعبين كاملين والطاقم الاداري، ويعني الان جميع يعني الامور منصبه نحو الاعداد الجيد للحدث العالمي. المنتخب ديالنا فرحنا وفرح كاع المغاربه، الحمد لله اللعابه كانوا رجاله، تقاتلوا معنا، النفس اليوم بانت بحضور ديال الجمهور في كازا، عطيناهم 4، يعني اللعابه عندنا كانوا تبارك الله كانوا في المستوى، بينوا على واحد على ديك الروح القتاليه المغربيه، الحمد لله فرحنا، فرحنا مع والدينا، مع خوتنا، مع الشعب المغربي كامل. هذا الشيء نتمنوا ان شاء الله هذا الشيء يكملوا المسيره في قطر، ما يمشوش يجوا في دور المجموعات، يعني يحققوا شي انجاز مهم في قطر، وحنا راه ديما مع الاسود وديما غنشجعوا الاسود ان شاء الله. تفرجنا في الماتش وديما ماروك، والماتش داز زوين الصراحه وكان في المستوى، والله يوفقهم. هادشي كاين ديما مغربي. تحيه لجماهير المنتخب الوطني المغربي اللي فرحتونا بزاف، وتحيه للتاهل، وكنشكر جميع الناس ديال بيكرا الحضور اللي كنت كان في جميع المقاهي، وكيما صار المنتخب الوطني المغربي وديما مع عشيه ان شاء الله. كنتسناو النتيجه اللي تكون اكثر من 2018 ديال التاهل امام منتخب الكوت ديفوار، وان شاء الله كنتمناو شي حاجه كبيره ان شاء الله. شكرا المغاربه كاملين ان شاء الله، حنا توفقنا لكاس العالم ان شاء الله بحول الله، وحنا غاديين ان شاء الله، حنا غنشوفوا واحد المجهود ان شاء الله لقدام ان شاء الله. حنا ما بغينا الشعب المغربي يبقى الضغط على الدراري اللعابه ديال المنتخب، اللعابه ديال المنتخب راهم زوينين في مستوى، وحنا كنتمناو من زياج ان شاء الله بحول الله ما يغدرش المنتخب الوطني، ان شاء الله بغيناه في المونديال ان شاء الله يلعب معنا في منتخب الوطني. وتحيه المدرب صراحه تشكيله زوينه داخل بها ما ديال اوناحي، ما شنقول لكم، حنا اخوان، حنا من ناحيه المنتخب الوطني منتخب زوين، منتخب زوين صراحه، منتخب زوين، ولكن ما بغيناش داك الضغط الثاني من الفوق، لا هذا ما خدامش، لا هذا ما خدامش، حنا لعابه راه غاديين زوينين ان شاء الله بحول الله. الحمد لله الماتش داز زوين، اللاعبين لعبوا بكل الروح القتاليه، والحمد لله فرحانين حيت تاهلنا لكاس العالم ان شاء الله، وان شاء الله بغينا هذا الكاس يجي للمغرب ان شاء الله. تقريبا كلهم لاعبين من اطل زيد، كلشي من الكارديان، وتحيه للكارديان حتى هو، وكاملين اللاعبين كنشجعوهم، وان شاء الله بغينا لكاس العالم هذا العام يجي للمغرب ان شاء الله. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.